كيف غيرت الثورة الصناعية الرابعة ملامح عالمنا؟ ماذا عن أجيال المستقبل؟ وكيف وظفت وزارة التربية والتعليم أدوات هذه الثورة في إعداد إنسان المستقبل؟ في مزيج بين تطور التكنولوجيا الحديثة وانتشار الإنترنت، ظهرت لنا الثورة الصناعية الرابعة لتشكل حاضرنا ومستقبلنا. الذكاء الاصطناعي اللي مكن الآلة من التفكير تماماً كما الإنسان، جعلها تتغلب عليه في كافة المجالات. الروبوتات يمكنها اليوم إنتاج أضعاف ما ينتجه الإنسان في وقت أقصر وتكلفة أقل. الطباعة ثلاثية الأبعاد، مشاريع متكاملة تبنى اليوم بهذه التقنية دون الحاجة لليد العاملة بتاتاً. البيانات الضخمة، أكبر مشروع استثماري في عصرنا الحالي. مخرجات كثيرة تتسبب باختفاء 7 ملايين وظيفة مقابل 2 مليون وظيفة استحدثتها، ترتبط بالحواسيب والبرمجيات. قافزة بالتجارة الإلكترونية حول العالم من 16 تريليون دولار عام 2013 إلى 25 تريليون دولار عام 2020. تغيرات وتحديات كثيرة، لكنها في ذات الوقت فرصة لدول دخلت مستقبلها من أوسع أبوابه. وها هي دولة الإمارات توظف أدوات الثورة الصناعية الرابعة في أولى محاورها، إعداد إنسان المستقبل. وبالفعل أطلقت وزارة التربية والتعليم أكاديميات تخصصية للعلوم المتقدمة تلبي متطلبات سوق العمل المستقبلية. وبرنامج الثورة الصناعية، البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، اللي يركز على تنمية مهارات المجتمع توافقاً مع مخرجات هذه الثورة، وضمن سلسلة مسابقات للذكاء الاصطناعي والروبوتات، شارك في نسختها الأخيرة عام 2020 أكثر من 7000 طالب وطالبة. تخرج الإمارات سنوياً مخترعين يكرمون على مستوى العالم. أكثر من 300 مليار درهم خصصت حتى عام 2021 لدعم 100 مبادرة وطنية، 13 منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي برزت جلياً خلال عملية التعلم عن بعد، حتى صفوفها حولت إلى ذكية بأدوات تواكب العصر، ليظل التعليم اللبنة الأساسية دائماً لمواكبة المستقبل. رؤية بوأت دولة الإمارات مكانتها كأول مختبر مفتوح على مستوى العالم لاختبار التكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها. الصحة، الأمن الرقمي، الاقتصاد، الأمن الغذائي، وأبحاث الفضاء، محاور عدة شملتها استراتيجية الإمارات في ظل الثورة الصناعية الرابعة. ويبقى التعليم أساسها ومركز انطلاقتها.